السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تتابع القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن استخدام can could بمعنى يستطيع أو يمكن. تكلمنا في فيديو سابق عن مدى الفيرس الأفعال الناقصة، من ضمنها can و could. الحب يرجع على درس الماضي عن استخدام الأفعال الناقصة، درس مهم جدا تكلمنا فيه عن 7 نقاط مهمة عن الأفعال الناقصة. اليوم نتكلم فقط عن can و could. نبدأ في بداية الفيديو حديثنا عن can، وفي الفقرة الثانية نتكلم عن could وجميع استخداماتهما باللغة الإنجليزية بشكل مفصل. أول ملاحظة عن can: to give permission، لنعطي إذن أو إذن لفعل شيء معين. You can borrow my bike، يعني يمكنك أن تستعير دراجتي الهوائية، إذا بايك دراجة هوائية بايسيكل. Can I leave my bag here، هل بإمكاني أن أترك حقيبتي هنا؟ لا أقول هل بإمكاني أن أغادر حقيبتي هنا، إذن أترك حقيبتي هنا. leave بمعنى يترك أو يغادر. إذن to give permission، لنعطي إذن لفعل شيء ما. أيضا لإعطاء إذن ممكن نستخدم allowed to، مسموح أن. we can also use be allowed to for permission، يمكن أن نستخدم أيضا مسموح أن لإعطاء إذن. we are not allowed to shave our heads، يعني أنه ليس، لاحظ ليس مسموح لنا أن نحلق رؤوسنا. لاحظ التركيب هذا، طبعا be كما نعلم am is are على حسب الفعل. إذا كان I نستخدم am، he she it نستخدم is، باقي الضمائر we you they نستخدم are. هنا عندنا we نستخدم aren't allowed to، إذا كان I نستخدم I am not allowed to، he is not allowed to. إذن على حسب الضمير نستخدم are. إذن هالتركيب هذا بيكون am is are، وعندنا الفعل allowed، بعدين عندنا to بمعنى مسموح أن. we are not allowed to، ليس مسموح أن shave our heads، أن نحلق رؤوسنا. I was allowed to، أيضا بالماضي، الماضي من am و is was، الماضي من are were. I was allowed to، يعني سمح أن أنظم فريق كرة القدم المدرسي. I was allowed to organize a school football team. إذا نحفظ التركيب هذا مهم، مسموح أن be كما قلنا نقصد be am is are بالمضارع، الماضي منها was were. أيضا could نستخدمها as a past form، could نستخدمها كشكل ماضي لcan. كما قلنا أفعال الناقصة ليس لها ماضي، لكن عندنا كان كشكل نستخدمه بالماضي. she said قالت، إذا بالماضي. I could use her pen، أستطيع أن أستخدم قلمها. إذن أول استخدام to give permission، أن نعطي إذن للقيام بشيء ما، ممكن نستخدم التعبير هذا be allowed to. الاستخدام الثاني to say that something is possible، لنقول بأن شيء ما ممكن، ممكن القيام به. driving at more than 100 كيلومتر per hour can be dangerous، يعني القيادة، هنعرف drive يقود، عندما نضيف للفعل ing يصبح gerund. الحب يرجع درس ماضي تكلمنا فيه عن الجيران، يعني الفعل مضاف له ing يصبح اسم. درايف يقود، درايفنج تصبح قيادة، حذفنا الإي. دائما عند إضافة الآي إن جي نحذف الإي ونضيف آي إن جي، مثلا عندنا الفعل كم نحذف الإي ونضيف آي إن جي.
إذا درايفنج القيادة في سرعة أكثر من يعني at في سرعة أكثر من 100 أو 100 كيلومتر بالساعة كان بي دينجروس ممكن يكون خطير. يعني مسموح أنك تقود بسرعة أكثر من 100 لكنها تكون خطيرة. إذا عندنا كيلومتر per hour يعني بالساعة أو مثل نقول per minute بالدقيقة per كيلو بالكيلو per letter باللتر per meter بالمتر. إذن per معنى ب per سنت بالمئة بير دين باليوم وهكذا. إذا بير نستخدمها بي. إذا driving at more than 100 كيلومتر per hour can be dangerous. الاستخدام الثالث to talk about ability نتحدث عن القدرة أو الاستطاعة. I can draw but I can't design clothes. أستطيع أن أرسم كما قلنا في الدرس السابق. بعد الفعل الناقص لا نستخدم to. أستطيع أن أرسم but I can't لكن لا أستطيع أن أصمم ملابس. We also use be able to. إذا نتبع التركيب هذا be able to بعد الفعل القوية ما نستخدم can نستخدم be able to. I haven't been لاحظ مضارع تام لم أكن قادر لاحظ able to. عندنا التصرف الثالث من be هو been مع المضارع التام نستخدم التصرف الثالث. إذن هالتركيب هذا هو بالأصل be able to لكن عندنا have مضارع تام استخدمنا been able to. I haven't been able to لم أكن قادرا على اجتياز الامتحان. I think we'll be able to organize our picnic. أعتقد سأكون قادر لاحظ we will إذن سأكون قادر على تنظيم نزهتنا. إذا التركيب هو be able to. إذا أردت أن أقول أستطيع أو أقدر لا أقول we will can بدل can الأفعال الناقصة will فعل ناقص أنا أستطيع أن أقول will can. نستخدم التعبير هذا بصم نحفظه be able to يأتي بعد الأفعال الناقصة والمودل verbs بعد should مثل should be able to will be able to have to be able to وهكذا. إذا نحفظ التركيب هذا be able to قادر على. إذا to talk about ability تكلم عن المقدرة كما قلنا أيضا نستخدم التركيب هذا be able to. طبعا be كما قلنا am is are بالمضارع الماضي was where التصرف الثالث been. إذن مصدر أفعال الكون هو be. We use can't. can't يعني لا يستطيع أو لا تستطيع. can not نختصرها can't بدأ عن حرف الN والO نستخدم apostrophe بعدين T. متى نستخدم لا أستطيع to express prohibition إذن لنعبر عن المنع prohibition إذن المنع. You can't use matches at petrol station يعني لا تستطيع أن تستخدم matches أعواد الثقاب في محطة الوقود أو محطة البترول. You can't use matches نحفظ matches إذن عيدان ثقاب في محطة البترول استخدمنا can't يعني cannot. You can't park here لا تستطيع لاحظ لا تستطيع أن تبركن هنا أو يعني تقف هنا أو تضع سيارتك هنا. أيضا we use can't يعني نستخدم can't to say that something is impossible لنقول بأن شيء ما مستحيل. إذا possible ممكن impossible مستحيل. fish can't live out of water لا يستطيع السمك أن يعيش خارج الماء. إذن can't live out of
water. And to say that something is impossible. الاستخدام الثالث لي كانت to express lack of ability. نعبر عن قلة القدرة. Lack قلة أو نقص. I can't speak French. لا أستطيع أن أتكلم الفرنسية. إذن نعبر عن lack of ability. We use couldn't. إذا نعرف can not couldn't بالشكل الماضي. The car couldn't go faster than 80 km per hour. لا تستطيع السيارة أن تسرع أكثر من 80 كيلومتر بالساعة. إذا can't بالشكل الماضي نستخدم couldn't. هذه الفقرة نتكلم عن could، استخدامات could. أول استخدام to ask for لنسأل لي and give permission أو نعطي إذن. إذا نسأل عن إذن لنقوم بشيء معين أو نعطي إذن. Could I borrow your newspaper for a moment؟ هل بإمكاني أن أستعير جريدتك أو صحيفتك للحظة؟ إذا أول استخدام to ask for and give permission. الاستخدام الثاني لي could to make a request and ask for help. لطلب أو السؤال عن مساعدة. Could you give me a lift home؟ هل بإمكانك أن تعطيني إذنا أو مغادرة للبيت؟ Could you tell أحمد to phone me please؟ هل بإمكانك أن تخبر أحمد أن يتصل بي من فضلك؟ إذا to make a request and ask for help. إذا لطلب مساعدة. Could you tell أحمد to phone me please؟ هل بإمكانك أن تخبر أحمد أن يتصل بي من فضلك؟ أيضا نستخدم could to speculate about the past or the present to say that something is was true. لي speculate ليتحذر أو ليخمن ليخمن عن الأحداث الماضية أو الحاضرة للقول بأن شيء ما صحيح أو كان صحيح. إذا نخمن عن شيء بصحته أو عدم صحته في المضارع وفي الماضي. She could be British، يعني يمكن أن تكون بريطانية. She speaks Arabic with an accent، هي تتكلم العربية بلكنة. They could have lost our phone number. Perhaps that's why they haven't phoned us. يمكن أن يكون أضاعوا رقم هاتفنا. ربما ذلك لأنهم لم يتصلوا. They couldn't have arrived on Sunday. يمكن أن لا يصلوا في يوم الأحد. إذن عند التخمين لشيء بيكون صحيح في الحاضر أو بالماضي نستخدم could. بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم. تكلمنا فيه عن كان واستخدامات كان، وأخذنا الكثير من الأمثلة بشكل مفصل، وأيضا استخدامات could والكثير أيضا من الأمثلة بشكل مفصل أيضا. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.